أحصت العاصمة 72 شاطئا مسموحا فيها بالسباحة، من بين 85 عرفت إقبالا، 132,900 مصطاف منذ الفاتح جوان حسب حصيلة الحماية المدنية. للإشارة أعطت أمس الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية عائشة طقابو بشاطئ صابلات ببلدية حسين داي إشارة الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف بالولاية، وسيتمكن مرتدو موقع صابلات المفتوح جزئيا أمام الجمهور بالتمتع بالشاطئ وبمساحات مخصصة للتنزه وعدة فضاءات للعب والتسلية، إلى جانب فضاءات أخرى مخصصة للخدمات المرفقة على غرار مقاه ومطاعم الأكل السريع، إلى جانب مكتبة متنقلة للإشارة سيعرف المكان إلى غاية 28 جوان تنظيم معرض للبيع خاص بالمنتجات التقليدية. قررت كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تجميد نتائج المسابقة الوطنية لرؤساء المصالح على مستوى المستشفيات بشكل مؤقت، وإعادة مراجعة ملفات كافة المترشحين. وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن القوائم التي تضمنت أسماء الفائزين في المسابقة تم استرجاعها كلها من مديرية المصالح الصحية بوزارة الصحة، بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي وكلية الطب، بعد أن تبين وجود ملفات مترشحين لم يتم الاطلاع عليها كما حدث في مسابقة الطب الشرعي، حيث تم الإعلان عن النتائج من دون مراجعة كافة الملفات. إلى قطاع السكن، حيث طمأن أمس الوزير عبد المجيد تبون مكتتبي عدل 2 المقبول ملفاتهم والتي استوفت الشروط اللازمة، طمأنهم بأن سكناتهم مضمونة وأن العبرة ليست في الاستدعاءات وإنما في الإنجاز. تقرير كمال جفال. أثار التأخر المسجل في استدعاء مكتتبي عدل 2 لدفع الشطر الأول الكثير من التساؤلات حول المدة الزمنية التي ستستغرقها هذه العملية لاستدعاء 700,000 مكتتب جديد، غير أن وزير السكن عبد المجيد تبون طمأن المكتتبين الجدد مؤكدا أن العبرة ليست في تاريخ وصول الاستدعاءات بل هي في مدة الإنجاز. اللي ما عندوش سكن دونك في شيء ماهوش مسجل فيه ما استفادش منها حاجه، الملف تاعو صافي، يعني التصريح اللي داروا هذاك هو الواقع، هذا السكنه تاعو مضمونه، استدعاوه اليوم ولا من على شهر ولا شهرين ولا ثلاثه يطمئن، كاش اللي يديله دار. تبون وبلغه التهديد والوعيد شدد على الشركات المنجزه للمشاريع السكنيه بان ترفع من وتيره الانجاز وتستدرك التاخر المسجل والا. Madame contracteur, je sais qu'elle a d'autres capacités que ça ailleurs. Hein? Alors je voudrais qu'ils mettent les capacités. On revient à la discussion 2001-2002. Si c'est la vraie Arabe contracteur, marhaba biha. Si c'est une simple, c'est un simple appendice d'Arabe contracteur, c'est le premier et le dernier chantier. عدم احترام آجال تسليم الوحدات السكنية من قبل مقاولات الإنجاز، وإن كان يشكل وجع رأس لمسؤولي القطاع، إلا أن الهاجس الأول للجزائريين هو أن تبقى هذه السكنات شاغرة أسوة بال230,000 سكن التي تنتظر التوزيع. وفي الوقت الذي تتحدث فيه الجهات المعنية عن انطلاق عملية الترحيل، سيتم أو سئم بعض سكان الأحياء القصدرية المتواجدة على مستوى العاصمة من الوعود المتكررة بالترحيل، حيث يعتبرونها مجرد كلام على ورق يتردد على مسامعهم كل مرة. نسيم الوافي. ما عند الناس، احنا الناس اللي يقول وفي البلد يقول لك احنا الحلوة الحلوة ما كاين والو. قلت لك سمعنا لي زونفيرو منهم، الناس مارجوهم ماركوهم عطاو لهم واحد الجيتون قدام منا قالوا لهم واش دور بعطيكم حنا ما كاين والو. ما جاو عندنا ما فيرتاونا ما قالوا لنا والو جوسكا بريزو، قلت لك رانا نسمعوا غير من التلفزيون هذا ما كان. ونستناو في الرحله وما جاوناش السلطات الولائيه، يعني ما جاوناش ونورمالمون يجيونا باش نعرفوا روحنا نرحلوا ولا ما نرحلوش. سما رانا شغل نستناو على اعصابنا، ما عرفناش لا نرحلو ولا ما نرحلوش. يقولوا لنا بلي كون كاين رحله، كاين رحله داك في البرنامج تاع الترحيل، مي انا نشوفوا كل عام لا ميم كيما يقولوا هضره يدور. دوك هذا العام واش هم يقولوا لنا؟ هم يقولوا لنا بلي كون ما راكوش في برنامج الترحيل، راكو تسناو
انا نستنى وما كاين والو، راك تشوف باللي البرارك هادو ما شغل، ماشي غير حنا كاع الحياة قصدي ريا كاع يتسنى في الرحله وحنا ما بينوا لنا والو. بعد كل التعقيدات التي رافقت تمويل البحوث العلمية من طرف وزارة التعليم العالي، أقرت هذه الأخيرة القانون التوجيهي الجديد الخاص بالبحث العلمي، حيث سيدخل حيز الخدمة تزامنا مع الدخول الجامعي المقبل، ويساهم بدوره جل مشاريع البحث. المزيد في تقرير إكرام طيباوي. نظرا لأهمية البحوث العلمية ودورها الكبير في تحقيق التقدم والتنمية، أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قانونا توجيهيا للبحث العلمي، من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ مع الدخول الجامعي المقبل، حيث تعاول الوزارة من خلال هذا القانون ضمان تمويل البحوث العلمية على مدار السنة من أجل تشجيع الباحثين الجزائريين. القانون الجديد مرينا من قانون خماسي برمجي إلى قانون توجيهي، ليس مقيدين بالفترة، كل سنة نستطيع أن تكون فيه برمجة لمشاريع بحث. تسهيلة بالجملة سطرتها الحكومة لاستقطاب الباحثين الذين غادروا الجزائر وتشجيع الكفاءات لوقف نزيف الهجرة نحو الخارج. طلبات الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج ليريدون العودة إلى الجزائر عددهم يرتفع كل شهر وكل سنة. هذه السنة مثلا 100 واحد عادوا وراهم يعملوا في مراكز البحث، هذا مؤشر لأن الآن مؤشر يبين أن الآن ليسنا في يعني في مرحلة يعني الهجرة ولكن في مرحلة العودة، وهذا هام جدا. إقرار قوانين جديدة لتشجيع البحث العلمي عامل استدركته وزارة التعليم العالي لضمان الاستمرارية التي كانت مقيدة في القانون السابق. على المستوى المحلي وبهدف مساندة عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم بمونديال البرازيل، بادر شباب ناشطون في مجال البيئة ببلدية عين كرشة بولاية أم البواقي إلى غرس شجرة المساندة العميقة لأبناء الريف تجاه فريقهم، وذلك ضمن مشروع شجرة الحياة المتفائلة بأفضل النتائج. راشد مقدم. قام ناشطون في مجال البيئة ولو بقافلة متواضعة بغرس شجرة المؤازرة والتشجيع لأن أريجها يفوح برائحة التحية العطرة من مشتة زرازر في بلدية عين كرشة بولاية أم البواقي إلى تشكيلة المنتخب الوطني بالبرازيل. المبادرة الشبابية لغرس أشجار المساندة في مشروع شجرة الحياة بعديد أرياف المنطقة ضمن مخطط البيئة في خدمة الرياضة. ارتأت جمعية حماية البيئة أن تكون في الميدان وبمشاركة المحبي الرياضة تحت شعار الرياضة في خدمة البيئة، وإن قامت الجمعية برفقة محبي الفريق الوطني بغرس أشجار مساندة للفريق الوطني، توفيق إن شاء الله والتأهل إلى الدور الثاني، وإن شاء الله نكون دائما مع الفريق الوطني وتحيا الجزائر. وبالراية الوطنية يجوب هؤلاء أرياف عين كرشة على اعتبار أن شجرة الانعتاق هي الوسيلة التي تجمع الشباب والأطفال في المشاة عشية مهمة المنتخب الوطني في كأس العالم. احنا غرسنا أشجار لمساندة الفريق الوطني ليتواجد بالبرازيل ونتمنوا له كل التوفيق للتأهل للدور الثاني. وانطلاقا من مشتة زرازر يتجسد الإيمان الصادق والعميق والنتائج المتفائلة لمنتخبنا الوطني، وبالتالي فهي ورود التحية العطرة من الجزائر العميقة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.